سيادة والسادة، أهلا بكم في هذه الحلقة المسجلة من نبض بلد التي نبثها من الرياض من المملكة العربية السعودية، حيث تجري القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تبحث قضيتي فلسطين وغزة تحديدا، وأيضا العدوان الإسرائيلي على لبنان. أرحب في هذا المحور بضيفي الأستاذ ماهر أبو طير، الكاتب والمحلل السياسي. ماهر، مساء الخير، أهلا بك في نبض بلد. قبل أن أبدأ الحوار مع الأستاذ ماهر، سنتابع وياكم جزءا من حديث جارة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم اليوم في القمة العربية الإسلامية الطارئة. الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أصحاب الفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخي سمو الأمير محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم هذه القمة التي تنعقد والمنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها، تستدعي تحركا فوريا لوقفها. أكثر من عام مضى منذ شنت إسرائيل حربها على غزة، عام من الدمار وقتل الأبرياء وخرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل، فتمادت في تصعيدها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأشعلت حرباً على لبنان الشقيق. هذه الحروب يجب أن تتوقف، وأن تتوقف فوراً، لنحمي الأبرياء وننهي الدمار ونمنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة سيدفع الجميع ثمنها. فكيف لنا أن نخاطب الأجيال في بلادنا؟ كيف لنا أن نبرر لهم الفشل العالمي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان؟ وكيف يمكن إقناعهم أن القانون الدولي موجود ليحمي كل الشعوب وحقها في الحياة من دون تمييز بين شعب وآخر أو دولة وأخرى؟ الإخوة القادة، علينا أن نكثف جهودنا بشكل فوري للتركيز على ما يلي: كسر الحصار على أهلنا في غزة لإنهاء الكارثة الإنسانية، وقف التصعيد في الضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة التي تضعف فرص السلام وتهدد أمن المنطقة كلها، دعم سيادة لبنان وأمنه ووقف الحرب عليه وتوفير كل ما يحتاجه الشعب اللبناني الشقيق من مساعدات، إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. أيها الإخوة، على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ولا بد من تحرك فوري لإنهاء العدوان وما يسبب من قتل ودمار وتصعيد في المنطقة. لا نريد كلاماً، نريد مواقفاً جادة وجهوداً ملموسة لإنهاء المأساة وإنقاذ أهلنا في غزة وتوفير ما يحتاجون من مساعدات. وأدعو أشقائنا وأصدقائنا للمشاركة في إطلاق جسر إنساني لإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة بكل ما نستطيع لوقف الحرب عليهم ورفع الظلم عنهم وعن أهلنا في الضفة الغربية، وتلبية حقهم في الحرية لتستعيد منطقتنا أمنها وتحقق السلام العادل الذي تستحقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا تابعنا وإياكم جزءا من حديث جارة الملك. أستاذ ماهر، جارة الملك ركز على جملة من القضايا الرئيسية اليوم التي يريدها الأردن، ركز على الأفعال لا الأقوال، المساعدات الإنسانية والمجتمع الدولي. أبدأ بالأفعال لا أقوال. الملك يريد من المجتمع العربي الإسلامي اتخاذ جملة قرارات وتطبيقها أرض الواقع. أولا بكل صراحة، الملك هذا اليوم حمل العالم العربي والإسلامي مسؤولية كبيرة، وشخص ما نراه بكلمة واحدة حين أشار إلى الفشل. هناك فشل عربي وإسلامي ودولي بوقف المجزرة الجارية في قطاع غزة، والحرب الدموية تجاه اللبنانيين، ولأول مرة تسمع مثل هذه المفردات، الاتهام بالفشل، وأيضا المباشرة التي تحدث بها حين أشار بشكل واضح أننا نريد كلاما لا نريد كلاما ونريد أفعالا، وكأن الملك هنا يقول أن المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني لا يمكن وقفها بمواصلة الصياغات الرسمية والتعبيرات السياسية ومجرد الكلام. وإذا دمجنا هنا تعبير الفشل وتعبير لا نريد كلاما، فأننا يعني أمام موقف أردني بكل صراحة شجاع، خصوصا حين يتحدث أمام قادة الدول العربية وإسلامية هي الأقرب إلى فلسطين وغزة، ويحملهم المسؤولية بشكل مباشر، إضافة إلى ما أشار إليه في خطابه حين يعني تحدث عن الأجيال المقبلة وماذا سيقال لها في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف هذه الحرب. لا يعقل أن يعجز العالم بكل دوله العربية والإسلامية وغير العربية والإسلامية عن وقف هذه الحرب إلا إذا كان هذا العالم يعني القادر على التأثير متواطئ مع إسرائيل بشكل مباشر، وخصوصا ونحن نرى كل يوم حجم الخسائر الإنسانية. وأيضا أقول لك بكل صراحة، أهل غزة وأهل لبنان لا يستمعون إلى كل النداءات الدولية والعربية والإقليمية المتضامنة معهم، هم يريدون موقفا لصالحهم من أجل وقف هذه الحرب. موقف واضح، موقف يريد تطبيق على الأرض، وهناك أزمة التطبيق أستاذ. نعم طبعا، لأن هناك معضلات عديدة تواجه الدول العربية والإسلامية في إقناع المجتمع الدولي وإقناع العالم بضرورة وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وأنت شاهدت التحركات الكبيرة التي سبقت القمة، وأيضا البحث عن وسيلة ممكنة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تمعن اليوم في غزة وفي لبنان. لا يمكن وقف هذه الحرب بمجرد يعني بصراحة بحكي لك أنا بمجرد اتصالات سياسية ودبلوماسية. وقف الحرب بحاجة إلى ضغط شديد من هذه الكتلة العربية والإسلامية يعني الكبيرة والممتدة في العالم، والتي تتحكم في الثروات ولها نفوذها السياسي. إذا عمل العالم العربي والإسلامي بشكل موحد ومارس ضغطا شديدا بلا سقوف محددة مسبقا، سيمكن وقف هذه الحرب. كما نشاهد هذه الأيام إسرائيل كنموذج دموي للاحتلال تقدم نموذجا للدولة المارقة التي لا تتأثر لا بالنداءات الأمريكية ولا الأوروبية ولا كل النداءات العربية والإسلامية، ولهذا تواصل هذه المذبحة التي نراها داخل فلسطين، وتواصل أيضا تهديد الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى بشكل خاص الذي لا يأبه به كثيرون، وهو أنا أعتقد أنه يعني كما يقال العمي جاي على الدور في الأجندة الإسرائيلية بما يعني من مكانة دينية ودلالة سياسية. أيضا نحن الآن يعني نقف في توقيت في غاية الحساسية، رئاسة أمريكية جديدة وموقف أوروبي ضعيف جدا، وعالم عربي وإسلامي يعني مفرق الـ يعني أو متفرق في التنسيق في المواقف الجادة، ولربما التعبيرات السياسية الأردنية كانت تؤشر إلى مخاطر المرحلة المقبلة إضافة إلى مخاطر ما رأينا خلال الفترة الماضية. نعم، في الاجتماع التنسيقي كان هناك يبدو توافق عربي إسلامي حول بيان ختامي واضح يحدد حل الدولتين، يتحدث عن حل الدولتين والتركيز بأن أي سلام في المنطقة وأي هدوء في المنطقة يجب أن يرتكز على حل الدولتين. يعني أنت وهذا جاء في حديث جارة يعني عليك. أنت كما تعرف يعني بصراحة أنا أتحدث الليلة كانت أحلامنا طوال عمرنا وما زالت قائمة أن تتحرر فلسطين من بحرها إلى نهرها، ولكن اليوم يعني نحن وصلنا إلى المطالبة بحل الدولتين ضمن شروط محددة أو مساحات محددة أو بدون أو بشكل مفتوح غير محدد الشروط. أنا أعتقد أنه لن يكون هناك حل دولتين بطبيعة الحال، لأن إسرائيل تريد أن تستولي على كل الضفة الغربية وعلى كل مدينة
القدس وتريد تهجير الفلسطينيين، ولكن من ناحية سياسية ودبلوماسية وليس على أرض الواقع، أهمية هذه الرسائل التي يطلقها العرب والمسلمون أمام المجتمع الدولي أنها ترسل وتبرق برسائل إلى العواصم النافذة أن الحل الوحيد المتاح هو حل الدولتين، والهدف في ذلك وقف إسرائيل عن مواصلة يعني سرقة الأرض في الضفة الغربية ومخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وما قد يستجد على صعيد الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. نعم، الضفة الغربية كانت حاضرة في خطاب جلالة الملك أيضا اليوم أستاذ ماهر، والتحذير المستمر أردنيا أن معركة في الضفة خطير وقد تكون له تبعاته. نعم، إذا لاحظنا هذه الإشارة إلى الضفة الغربية والأماكن المقدسة إشارة في غاية الأهمية، خصوصا أن العام الذي مر منذ الحرب على قطاع غزة شهد تصعيدا على سبيل المثال داخل الضفة الغربية، هناك مخططات يعني تم الحديث عنها مرارا عن سرقة بقية أرض الضفة الغربية وحشر الفلسطينيين في كتل أو محاولة تهجيرهم، هناك معلومات تتدفق أيضا عما قد يستجد في الأماكن المقدسة وتحديدا الحرم القدسي والمسجد الأقصى، المنطقة كلها تنجرف باتجاه زاوية خطرة خصوصا مع احتمالات توسع هذه الحرب وتحولها إلى حرب إقليمية، ولكن إشارة الأردن إلى ملف الضفة الغربية ترتبط أيضا بالأمن القومي الأردني وتأثير ملف الضفة الغربية سياسيا وأمنيا على الأردن خصوصا على طول الحدود المفتوحة، وبسبب أن الأردن يعد في المشروع الإسرائيلي خاصرة رخوة لتنفيذ أي مشروع أو مخطط يخص الضفة الغربية. الموقف المصري أيضا جاء مشابها، الموقف السعودي أيضا في ذات الإطار، موقفان هامان للأردن اليوم في هذه القمة. نعم، لربما أنه هذه القمة هي الثانية بشهر 11 سنة 23 يعني بعد الحرب السابع من أكتوبر بأسابيع عقدت القمة الأولى، ولكن هذه القمة تأتي في ظروف مختلفة كما أشرت لك، رئاسة ترامب، احتمال توسع الحرب وشمول إيران، احتمال انفجار كل الإقليم، نحن اليوم نعبر ظرفا مختلفا وكل الأطراف في المنطقة تدرك أن المنطقة قد تذهب برمتها إجمالي المنطقة إلى حرب شاملة، وتكون هنا غزة بمثابة يعني عنصر تفجير لكل الإقليم، ولذلك جميع الدول تدرك أن الأوان قد آن لوقف مثل هذه الحرب من أجل يعني منع امتدادها إلى كل الإقليم، فنحن اليوم لا نتحدث عن حرب داخل قطاع غزة أو داخل فلسطين وحدها، هذه حرب قابلة للتمدد في أي توقيت. اليوم ماذا تملك؟ ماذا تملك القمة العربية الإسلامية؟ ماذا يملك الزعماء العرب والمسلمون لمواجهة كل هذا؟ ما الأدوات التي تملكها القمة ودولها اليوم لمواجهة كل ذلك، منع كل ذلك، إعادة السلام للمنطقة؟ لا، جميع الأدوات المتاحة للدول العربية محكومة بحسابات كثيرة، منها حسابات المصالح وحسابات العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الدول المتنفذة في العالم، ولذلك المراهنة هنا ليس على الأدوات، المراهنة ولا على الوسائل الاتصال الدبلوماسي، لأن هذه الوسائل الدبلوماسية يعني شهدناها طوال سنة كاملة لم تؤدي إلى وقف الحرب ولا ضغط الولايات المتحدة على واشنطن، لربما المرحلة المقبلة في ظل إدارة ترامب يعني تعسف إسرائيل وجرائمها سوف يعني يرتفع بشكل كبير. أنا أعتقد أن العنوان المهم اليوم الذي يجب أن تقف عنده دول المنطقة أن هذه الحرب لم تعد محصورة داخل فلسطين، هي حرب قابلة للتمدد إلى بقية الدول العربية في كل المشرق العربي، بما يعني أن وقف هذه الحرب أيضا مصلحة وطنية لكل دولة على حدة. ولذلك عودة إلى سؤالك، يمكن للعرب والعالم الإسلامي إضافة لوسائل الضغط الاقتصادي والعسكري والسياسي أن تنظم يعني جهودها بشكل يؤدي إلى وقف هذه الحرب بشكل جذري، ولكن أعود إلى التعبير الذي بدأنا فيه الكلام، نريد فعلا على أرض الواقع ولا نريد كلام، لأن الشعب الفلسطيني يعني يتعرض فقط إلى يعني يتم تطمينه برسائل تطمين ورسائل تضامن، وأيضا الشعب اللبناني، وهذا أمر غير كافي في هذه المنطقة. نعم أستاذ ماهر، وأتحدث هنا عن الناحية الإنسانية التي ركز عليها أيضا جلالة الملك في حديثه، والأردن كان الدولة الأولى التي كسرت الحصار المفروض على قطاع غزة، والقمة العربية الإسلامية الماضية قبل هذه القمة الطارئة تحدثت عن كسر الحصار الإنساني على قطاع غزة، هل تقرأ
في ما حدث اليوم في قمة اليوم القدرة على كسر الحاجز الإنساني تحديدا على قطاع غزة؟ طيب إذا سمحت لي بس بدقيقة واحدة، لربما كثرة من الناس لا تعرف أن الأردن أصبح المنفذ الوحيد للمساعدات إلى قطاع غزة، يعني ما يزال الأردن هو المنفذ الوحيد اليوم بعد تراجع المساعدات من أغلب دول العالم. خلال شهر أكتوبر أو تشرين أول الماضي، خلال آخر أسبوع على سبيل المثال، تم إرسال فقط 16 شاحنة 60 شاحنة من الأردن خلال أسبوع كامل، بينما أهل قطاع غزة يحتاجون إلى 1000 شاحنة يوميا. الأردن هنا يعني دون 1000 شاحنة يوميا، قطاع غزة بحاجة إلى 1000 شاحنة يوميا، وصل تم يعني دخول 60 شاحنة فقط في أسبوع آخر أسبوع بشهر 10. تخيل حجم النقص بالخدمات الإنسانية والصحية والغذائية وحجم الكوارث مع اقتراب الشتاء. يعني الأردن هنا دون من أو أذى، يعني يعتبر الشعب الفلسطيني الأقرب إليه، وحاول أطلق جهدا كبيرا، يعني 4000 شاحنة ذهبت إلى غزة من الأردن عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، أكثر من 400 إنزال جوي يعني أردني وبالشراكة مع المنظمات الدولية وعواصم عربية وشقيقة. المساعدات الأردنية وصلت إلى أكثر من 1,300,000 شخص فلسطيني في قطاع غزة. هناك جهد متواصل، مستشفيات ميدانية، عمليات إعادة الأطراف للذين تم بتر أطرافهم. ولكن الأردن يتحسب بكل صراحة اليوم من الوضع الحالي، يعني المخزون الاستراتيجي لدى الأردن من المساعدات أصبح قليلا. هذه الكلمة التي يجب أن تقال، المخزون المتوفر في المخازن الأردنية أصبح قليلا، ولذلك لا بد أن يتم التحشيد العربي والإسلامي لإقامة جسر إنساني وفرض بوابة دولية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وهذا ما يبذله الأردن من خلال اتصالاته في وجه عراقيل إسرائيلية من أجل تعذيب الفلسطينيين. التعذيب الفلسطيني في قطاع غزة يجري بطريقتين، الحرب والتهجير، وحاليا من خلال منع المساعدات ومحاولة تجويعهم وإيذائهم في حبة الدواء وترحيلهم داخل القطاع. نعم، اليوم كل مستقبل المنطقة على المحك، اليوم كل مستقبل المنطقة ينتظر كثيرا من التغييرات، واليوم هذه القمة ترسل رسائل لاستقرار المنطقة. هل تقرأ أن العالم سيتجاوب مع ما تتحدث به القمة اليوم؟ بكل صراحة العالم لا يهمه سوى مصالحه. هذه النداءات التي تأتي من المنطقة عن طريق القمم والمؤتمرات والتصريحات الرسمية يعرفها العالم الغربي تحديداً، أوروبا والولايات المتحدة، ولكنهم ينظرون إلى المنطقة من زاوية مصالحهم الاستراتيجية، ولذلك سيدار المشهد على وفقاً لحسابات هذه الدول وليس وفقاً لحساباتنا نحن في هذه المنطقة. برأيك هل سيكون هناك تجاوب؟ وهذا مهم جداً اليوم. لا، الجميع ينتظر انتهاء كل هذه الأزمة قبل نهاية العام. لربما يعني خلال الشهرين المقبلين، بسبب جملة المتغيرات التي حدثت في الإقليم والدفع باتجاه وقف الحرب وتغييرات في الإدارة الأمريكية وردة فعل أوروبا الحقيقية تجاه عودة ترامب، وهي ردة فعل سلبية لأن هناك عداء تجاه ترامب في أوروبا ومن حلف الناتو، في هناك متغيرات كثيرة. إذا لم تقف الحرب بنهاية الشهرين الحاليين يعني شهر 11 و12، نحن سنعبر مرحلة في غاية السوق خلال عام 25. متفائل ماهر بما خرج من القمة اليوم، بما تطرح القمة اليوم بهذا التوافق العربي الإسلامي؟ لا، متفائل من حيث العنوان، أن قضية فلسطين ما تزال حاضرة، وأن هناك من يدافع عن فلسطين ولبنان، ولكننا بحاجة إلى خطوات عملية حيث لا يكفي الكلام في هذا التوقيت. نعم، أشكرك كل شكر ماهر أبو طير الكاتب والمحلل السياسي على حضورك معنا اليوم من الرياض. شكرا جزيلا. شكرا. نواصل حوارنا وإياكم من هنا مباشرة من واحد الإعلامي في الرياض في هذه الحلقة المسجلة من نبض البلد. أرحب بضيفي في هذا المحور الدكتور فايز النشوان، رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير دكتور فايز، أهلا بك في هذه الحلقة. أهمية هذه القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم في الرياض تأتي بعد عام من انعقاد القمة الأولى. طبعا تأتي هذه انعقاد هذه القمة بعد استفعال ما تقوم به آلة القتل الصهيونية في إخواننا في غزة، وأيضا ما طال الإخوان في جنوب لبنان. نحن نتحدث عن أرقام مخيفة جدا، أكثر من 150,000 بين شهيد وجريح، مليارات تم
يعني تسويتها في الأرض. غزة الآن منطقة غير مأهولة للسكن البشري، تحتاج ربما لأعوام لإعادة تأهيل غزة. اليوم الدور الأساسي لهذا المؤتمر هو تثبيت لأن الإرادة العربية والإرادة الإسلامية متفقة حول قضايا للحل السلمي الذي تنادي به الدول العربية والإسلامية. الآن بعد مرور أكثر من 13 شهر على 7 أكتوبر تبين بأنه لا حل عسكري ولا يمكن يكون الحل عسكري، لا في غزة ولا في جنوب لبنان ولا في غيره. الحل يجب أن يكون سياسي، وهكذا يجب أن يكون الحل. إنما المشكلة في العقل الآخر، وهي الحكومة الإسرائيلية التي تتعنت في استسهال القتل والتدمير وما تقوم به من صلافة في الواقع. الآن هذا المؤتمر يجب أن يخرج ببيان واضح في أن الجهود العربية والإرادة الإسلامية متفقة إلى ما انتهت إليه، يعني ما انتهى إليه اجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين في اللي تم البارحة في الرياض، بأن الحل يجب أن يكون سلمي وأن هناك بعض النقاط والمحاور التي تم الاتفاق عليها، لعل أهمها الجانب الإنساني. اليوم الإخوان في غزة يحتاجون إلى دعم الإنساني، خصوصا بعد قبل أقل من شهر الكنيسة الإسرائيلي أصدر قانون بحظر عمل منظمة الغوث الأنروة. نعم. وهذا شيء سيدخل من كاهل الفلسطينيين الذين يتعرضون الآن لمسألتين، آلة عسكرية من الناحية، وأيضا إبعاد الإغاثة الإنسانية، وهم الآن ما بين الموت إلى الموت، وبالتالي نعتقد هذه مسألة أخرى. أما الأمر الآخر هو ضم الإيرادات السياسية الإسلامية في أن الحل يجب أن يكون وفق المنظور الذي اتفقت عليه الدول العربية في مؤتمر بيروت في العام 2002، بأن تكون هناك حل سلمي للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين بما انتهت إليه في وفق حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة فلسطين أو القدس الشرقية عاصمة فلسطين. هذه كلها قضايا اتفقت عليها الدول الإسلامية، والآن هناك تغير حتى في الشأن العالمي بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء هذه الحرب. طيب كيف ستنتهي وعلى ماذا ستنتهي؟ هذه مسائل يجب أن نخوض فيها. لا يجب أن تنتهي هذه الحرب ونحن لم نطفئ جميع المشاكل التي قد تحدث في المستقبل. المسألة اليوم ليست أمام فصيل في حماة في 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 غزة أو فصيل آخر في جنوب لبنان. نحن نتحدث على استرخاص الدم العربي والدم الإسلامي والدم الإنساني بشكل عام من خلال هذه آلة. يعني أنت عشان تستهدف رجل مستعد أنك تقتل معه 10,000 رجل، وهذا أمر في الحقيقة لا يمت للإنسانية بصلة. نداء موجه كذلك من الدول الإسلامية والعربية إلى الضمير الإنساني، الضمير العالمي، بأن آلة القتل هذه نحن نرفضها ونحن دعاة سلام. ويجب أن نكرر مسألة نحن دعاة سلام، أي بمعنى أن الطرف الآخر هو الذي لا يريد السلام. نعم. هم الآن يتهموننا بأننا نحن لا نريد السلام وندعم كذا وندعم كذا به، لكن الواقع يقول من يقتل هم الفلسطينيين ومن يعذب هم الفلسطينيين. يا رجل الآن دخلوا حتى في مسائل الإغاثة الإنسانية، فهذه كلها نعتقد توجه إلى الضمير الإنساني وإلى العالم بشكل عام، خصوصاً الدول الغربية التي تدعي تبنيها للقضايا الإنسانية. هذه مسألة مهمة يجب أن تصل إلى جميع الدول العالم بأن الدول الإسلامية متحدة في هذا السياق. نعم. تحدثت عن كسر الحصار الإنساني على أقل تقدير على غزة تحديداً، وهذا ما دعا له العديد من الزعماء اليوم في كلماتهم، لكن السؤال المهم، هل تملك القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم أدوات يمكن تمكنها من كسر الحصار على قطاع غزة؟ نعم أكيد تملك. اتحاد الرؤى في هذا السياق سيملك إيجاد ضغط أمام العواصم المؤثرة على القرار الإسرائيلي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومثل الاتحاد الأوروبي. من أين ستستطيع آلة الحرب
الإسرائيلية باستمرار في حربها على غزة أو الدعم الذي تحصل عليه سواء كان من ناحية عسكرية أو سياسية أو حتى إعلامية ما لم تأخذها من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. نحن بهذا الموقف قادرين أن نؤثر على صاحب القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا كما ذكرت لك قبل قليل نحن أمام شخص الآن وصل إلى تغيير كبير في البيت الأبيض. نعم. ربما قد يقول قائل بأن هذا نعم قد يكون يستكمل مشروع بايدن، أو أن علاقة غير مريحة ما بين لم تنهي هذه الحرب، لكن أنا أعتقد أن ربما الرئيس الأمريكي على حسب تصريحاته ولا حسب ما أرى يملك التأثير بشكل مباشر على رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو وحتى الحكومة الإسرائيلية في إيقاف آلة الحرب والتفاهم. نحن نريد أن نتفاهم على صيغة سياسية تستطيع أن تؤسس حل لهذه القضية، حل دائم، حل عادل وحل دائم. هذا ما تنادي به المؤتمر القمة، وهذا أيضا ما تحدث به جميع الزعماء الذين سنحت لهم الفرصة في التحدث في هذه القمة. فنحن إذا نتحدث عن هل يملكون كسر، طبعا يملكون، ترى أول دولة كسرت البروتوكولات الإسرائيلية هي بالمناسبة الجمهورية الأردنية لما أسقطت المساعدات، هذا ترى كان بدون تنسيق ما بين الكيان الصهيوني. والدول العربية أيضا قامت في ذات السياق، المملكة العربية السعودية، الإمارات، غيرها، كلهم قاموا في ذلك. إسرائيل تخسر طبعا مكانتها التي كانت تدعيها ما قبل 7 أكتوبر بأنها الدولة الديمقراطية المحافظة على حقوق الإنسان والتي وغيرها من سياقات أخرى. الآن خسرت تسويق هذه الصورة، إسرائيل تخسر ونحن نكسب ما يمكن أن نقول فيه، نكسب المسائل التي كانت تدعيها في السابق، وهي أولا نحن دعاة سلام لا دعاة حرب، وأن المقابل هو الذي لا يريد السلام ولا يريد أن يحل هذه المسألة إلا وفق منظورة. يعني احنا عندنا مشكلة مع الإسرائيليين بأنهم لا يريدون حل في الواقع، يريدون استدامة الأزمة مع الفلسطينيين لأنهم لا يريدون حل القضية الفلسطينية. نعم. يريدون الاستيطان، يريدون القتل، يريدون الاستفادة من جميع هذه المسائل التي تمكنهم من الاستدامة من هذه القضية وحلب هذه القضية للاستفادة منها. نعم. دكتور فايز، بسؤال أخير، هذه القمة ما بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية تقرأ فيها أنها قد توجه رسالة واضحة للإدارة الأمريكية الجديدة بما يريده العرب والمسلمون في هذه المنطقة، صحيح؟ نعم، أنا أعتقد أن أهم شيء ممكن أن يوصل هو ما اتفقت عليه الدول التحالف الذي أسس في 30 أكتوبر الفائت في الرياض. هذا أمر جدا مهم، الدول التحالف اتفقت أن يكون هناك تحالف دولي يدعو جميع دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة. هذا الشيء إذا استطعنا أن نصل له نحن حققنا شيء، قفزة نوعية يعني لم نكن لنفكر بها أو حتى نحلم بها. نريد دولة فلسطينية، طبعا بالمناسبة بشكل بسيط وسريع، تفضل. إحنا لدينا حلين، إما حل الإسرائيلي وإما نحن الذين نقدم الحل. يعني الحل الإسرائيلي نحن نقدم فكرة حل الدولتين ونطلب من الطرف الآخر اللي هم الكيان الصهيوني بأن يقبل بهذا الحل. يبدو من الواضح أنهم لا يريدون هذا الحل، إذن هذا التحالف يقفز إلى ذلك، يقفز عن ذلك ويذهب إلى لا، يجمع دول العالم، تعالوا من يريد أن يعترف بالدولة الفلسطينية مرحب به ونشجع في هذا القرار، خصوصا من بعد 7 أكتوبر إلى اليوم نحن نتحدث عن 9 دول جديدة اعترفت بالدولة الفلسطينية. هذا الشيء إذا التحالف الدولي نجح بهذه الفكرة بتنسيق إسلامي عربي وبتنسيق من الدول الصديقة والحليفة لنا، أنا أعتقد ممكن أن نشهد دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهذا تنفيذ لقرارات مجلس الأمن أعتقد
90 وخلافه. فهذه أهم نقطة يجب أن نوجهها ونركز عليها مع الإدارة الأمريكية الجديدة. نعم، أشكر كل الشكر دكتور فايز النشوان رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية من الكويت، شكرا جزيلا على حضورك معنا. شكرا لك فضلك. شكرا لك فضلك. حياك الله. نواصل لحلقة ليلة من نبض البلد، وأرحب بضيفي في محور الأخير من هنا من الرياض دكتور خليل الخليل عضو مجلس الشورى السابق. مساء الخير دكتور خليل، وأهلا بك في حلقة هذه الليلة. حياكم الله في الرياض، شكرا على استضافتي. أهلا وسهلا. أبدأ بأهمية انعقاد هذه القمة وأهمية ما تحدث به المملكة العربية السعودية من ضرورة وجود حل سلمي لما يحدث في المنطقة. الأهمية ندركها جميعا ويدركها المواطن العربي والمسلم في كل مكان، بل وكل إنسان عنده ضمير في العالم. هنالك بكل أسف اعتداءات على أخواننا في غزة وفي الضفة وقتل، يعني كل يوم نصبح ونمسي على أعداد من القتلى وشهداء من أطفال ومن نساء ومن كبار ومن صغار، ومن حتى المساجد لم تسلم، المدارس لم تسلم، المنتجعات لم تسلم فيها، البيوت التي فيها 30 أو 40 أشخاص فقط من أجل البعد عن الحرب ونازحين ومهجرين ثم يقصفون في بيوتهم، تصور. والجثث التي تبقى لا يمكن إخراجها من تحت الأنقاض، كل ذلك يدمي القلب. وكذلك الاعتداء على لبنان، ثم التهديدات التي لا مبرر لها من قبل الصهاينة، من قبل الإسرائيليين، من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة إنسان متطرف ومعروف بتطرفه منذ سنوات. فبالتالي هذا الوقت الذي فيه تدمى القلوب يلتئم العرب، يأتم المسلمون وكذلك الشرفاء، يلتئمون من أجل السلام، من أجل إنهاء الحرب، من أجل إيصال الإغاثة، من أجل التعاطف مع أولئك الذين يقتلون ويشردون، يقتلون في بيوتهم. يعني المرأة، الطفل، 70% من أو يعني نسبة الذين يقتلون من الأطفال والنساء، من 50,000 كم نسبة القتلى من النساء والأطفال، ونسبة كبيرة جدا، 50,000 من الشهداء، ناهيك عن الجرحى، ناهيك عن الذين إلى حد كبير بعض من فقدوا أرجلهم أو أيديهم أو نظرهم أو. نعم. فهذا أمر مدني ولم يحدث في التاريخ القريب شيء مثله نهائيا، من بعد الحرب العالمية الثانية لم يحدث مثل هذا الأمر. المشكلة أنه أمام نظر العالم، وبالتالي أهمية انعقاد هذه القمة، قمة الرياض الثانية بعد القمة الأولى في عام 2023، هي من أجل توحيد المواقف، من أجل الصوت، أن يكون هناك صوت عالي ليقال، ليعرف العالم أن الفلسطينيين وأن من في لبنان وأن من في الضفة وأن من هم في أماكن التي تقصف لهم إخوة ولهم من هو معهم في مواقفهم. أيضا المكان، طب بلا شك بأن المملكة استضافت هذه القمة وسمع لها، واستطاعت أن تجمع القادة ومن ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء، استطاعت أن تجمعهم، وهذا أمر يحمد للمملكة، ليس لأني سعودي ولكن لأن المملكة العربية السعودية بلد العرب والمسلمين، وهي حول الله وقوة قادرة على أشياء كثيرة وتبحث عن جمع الكلمة. هنالك أمر مهم جدا، أن هذه القمة ليس فقط من أجل إصدار موقف، إنما من أجل توحيد الكلمة. إخواننا الفلسطينيين يحتاجون إلى أن يوحدوا موقفهم، في لبنان محتاج يوحدوا موقفهم، في العراق، في سوريا محتاج أن يوحدوا مواقفهم. يعني تمزقت الحقيقة بلادنا العربية، يعني كنا في الستينات وفي السبعينات أفضل حالا من الواقع الموجود الآن، لا اقتصاديا ولا معنويا ولا أدبيا ولا تعليميا. نعم. الآن الدول العربية البعض أصبح دولة فاشلة، مثل ما هو في السودان مثلا أو مثل ما هو في لبنان، يعني الدولة لا تملك الحقيقة الأمر، لا تملك زمام القيادة. يعني تصور في لبنان مثلا منذ عام ليس لديهم رئيس، مجلس النواب مقفل، يعني المفاتيح متروكة في جيب أحد الأشخاص وكما يريد أو كما هي تأتي أوامر من جهة أخرى أو من دولة أخرى. وبالتالي هذا الوقت وهذا التوقيت مهم جدا لتوحيد الرؤى العربية والإسلامية، وجود صوت يعني عالي ينادي بحقوقهم، ثم هنالك استشعار المسؤولية، يعني لا نستشعر المسؤولية
هنالك الموقف الحازم الذي يجب أن يتخذ، ويجب كما جاء في كلمات القادة يجب إيقاف بالدقيقة إيقاف الاعتداءات، إيصال المعونات، ثم هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية نأمل، وإن كان بكل أسف الجمهوريون والديمقراطية إلى حد ما مواقفهم مع إسرائيل شبه واحدة، يعني شبه متوافقة بكل أسف، لا يتفقون على شيء أكثر مما يتفقون على نصرة إسرائيل بكل أسف. هذه حقيقة يعني لسنا ندعيها أو نخلقها، أو وهذا الموقف مخزي ولكن له سبب، وهو ضعف الدول العربية، ضعف القرار العربي، ضعف التكافل، ضعف التكامل العربي مع وجود الإمكانات والممرات ووجود القدرات العربية، لكن القدرات العربية إلى حد ما بكل أسف ضائعة، يعني ليس والمواطن العربي والإنسان العربي يهاجر من بلاده، يهاجر ويموت في البحار، ولا يوجد شعوب في هذا المأزق الذي يعاش في هذا في الحاضر لا يوجد مثل ما لدى العربي بكل أسف، يعني كانوا رخيص، كان ماله قيمة، ولذلك الإسرائيليون يفهمون هذه الحقيقة ويدركون بأن الدول الغربية، الدول الأمريكا أنها معهم وبكل قوة بكل أسف. لذلك هذه القمة في تقديري مهما يكون من نتائج لكنها توجد صوت آخر، توجد موقف آخر، توجد شعور عند الآخرين يتابعها الجميع، ولعل يكون هناك حلول. نعم، الحديث بوضوح أيضا في كلمة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان عن رفض الاعتداء على الأراضي الإيرانية، رفض الاعتداءات في المنطقة، وكأنه يمهد أن المنطقة يجب أن تدخل في هدوء عسكري قريب، وأن على دول العالم الالتزام بالقارات الدولية التي تضمن حرية وأمان الدول المختلفة. بدون شك أنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء له مواقف حقيقة محمودة ويعي المخاطر، وهو يقرأ جيدا الأفكار لدى الأمة العربية ولدى المسلمين، بل يقرأ كذلك جيدا ما لدى الآخرين الشرفاء في العالم، فبالتالي هو يدعو إلى إيقاف العدوان في غزة وفي الضفة وفي لبنان وكذلك على سوريا، يعني هذه الضربات المتتابعة المتتالية وكأن سوريا مستباحة، وإن كان هنالك بعض الأسباب ولكن بصرف النظر هي دولة عربية يجب أن تبقى لسيادتها، العراق دولة عربية يجب أن تبقى لسيادة، كذلك اليمن دولة عربية يجب أن تبقى لسيادتها، لأن هؤلاء هذه الدول عندما تستباح فمعنى ذلك الدول أيضا الأخرى ربما تكون أيضا في الطريق لا سمح الله. فبالتالي كلمة سمو ولي العهد لها أهميتها، وهو يعني ما يقول ويقول ما يعني، وبالتالي إيقاف الحرب فورا أمر واجب ومطلوب ويجب أن ينادي به ويجب أن يسعى إليه. قضية إيصال الإغاثة وإثاء المعونات يجب أيضا أن تحدث ويجب أن تصل المعونات، يعني الإخوة يعني لا يوجد في العالم اليوم من لا يجد شربة ماء، ما لا يجد ما يأكل الأطفال، ولا يوجد الأدوية، ليس هنالك بقعة في العالم إلا في الضفة وإلا في غزة، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. الترحيل الذي نراه من في جنوب لبنان يعني أمر مؤسف جدا، 600 ألف يرحلون ويرحلون وينزحون عن 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 بيوتهم وربما لا يعودون إليها، لا ندري ماذا سيحدث، وبالتالي كذلك من هم في غزة ربما لا يعودون إليها. لماذا؟ من أجل عيون الإسرائيليين، وهم معتدون ومحتلون بالقرارات الدولية، هذا هو أنهم محتلون بقرارات كذلك محكمة الدولية، هم محتلون، يعني كل القرارات الدولية والمحكمة وعقلاء العالم يدركون بأن الاحتلال الوحيد في العالم الذي بقي ويسلط قنابلة ويسلط جنوده ويسلط جيوشه فقط في إسرائيل، فقط في فلسطين من قبل الصهاينة المعتدين، خاصة في ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة التي يجب أن تلاحق، يجب أن يلاحق قادتها في المستقبل في المحاكم الدولية. لا نكتفي نحن بإيقاف الحرب، ينبغي أن ننظر للمستقبل، لا نكتفي فقط إيقاف الحرب، لا نكتفي فقط بالإغاثة، لا نكتفي بإغاثة إخواننا، لا نكتفي فقط بأن يكون هنالك حلول سلمية، ينبغي أن ننطلق لما هو أبعد. الأمة العربية والأمة لها رسالة ولها مكانة، وهي لديها ولله الحمد القدرات والإمكانات عندما يحسن التصرف بها. الأمة العربية أكثر من 2 مليار من المسلمين في العالم، ربع سكان العالم كما يدرك الباحثون ويدرك المختصون، ربع
سكان العالم من المسلمين أكثر من 2 مليار اليوم، وهذه في هذه صدرت من مراكز البحوث. وبالتالي من المهم أن يكون لنا صوت، أن يكون لنا قوة، أن نوحد صفوفنا وأن نعيد ما يحدث إلى أنفسنا، لا أن فقط نقول مؤامرات. نعم هناك مؤامرات إسرائيلية وأمريكية بل حتى روسية، يعني من الذي لا نحسن الظن حتى بالجهات الشرقية، وإنما علينا أن نعيد النظر لأنفسنا، أن نعيد لقيمنا، أن نعود لحضارتنا، أن نعود لثقافتنا، أن نعود لإمكاناتنا وأن نوحد مواقفنا. نعم. بسؤال أخير، حل الدولتين سياسيا هل تقرأ أن هذا لا زال ممكنا، وهي دعوة أيضا وتركيز وتأكيد سعودي اليوم أن حل الدولتين واجب في المنطقة، وتأكيد عربي إسلامي؟ في اعتقادي كحل مؤقت على الأقل حل الدولتين، على الأقل أنا أعتبره حل هدنة، أعتبره حل مؤقت لكنه مطلوب اليوم. وسرني كثيرا وجود التحالف، وجود اللقاء بين الدول مجلس التعاون والدول الأوروبية بوجود تنفيذ أو تحالف لتنفيذ حل الدولتين، أعتقد أنه مطلوب اليوم. والفلسطينيون قبلوا بذلك، الأردن قبلت بذلك، مصر قبلت بذلك، القرارات الجامعة العربية قبلت بذلك، كذلك يعني منظمة التعاون الإسلامي قبلت بذلك، فليس هنالك لإسرائيل أي عذر، والتأجيل لا عذر فيه. يعني متى إلى متى يعني يكون الأمر، البعض يقول الوقت غير مناسب، متى يكون الوقت مناسب من أجل حل الدولتين؟ إن لم يوجد حل للدولتين، إن لم يوجد حل للقضية الفلسطينية، لن يكون هنالك سلام في المنطقة بالتأكيد. وهذا هو منطلق المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية تدعو لحل الدولتين، وبعد بالذات المبادرة العربية في عام 2002 في بيروت التي اتفق عليها. إذن لا عذر للإسرائيليين الذين يقولون ليس أن العرب غير جاهزين أو غير قابلين بالسلام، هم قابلون للسلام، إسرائيل التي غير قابلة للسلام، وهي تستغل مع الأسف الشديد أمريكا والدول الغربية بادعاء المظلومية. الآن لا عذر للصهاينة، لا عذر للمحتلين في أي أمر، وحل الدولتين ممكن. نعم. ويجب الاهتمام به والتركيز عليه. نعم. أشكرك كل الشكر دكتور خيل خيل عضو مجلس الشورى الأسبق. أهلاً وسهلاً. شكرا معنا، أشكر جزيلاً. حياكم. مشاهدي الكرام، إلى هنا وصلنا لختام حلقة هذه الليلة من نبض بلد، بثيناها لكم من هنا من الرياض، هذه الحلقة المسجلة من واحة الإعلام على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة.